كتر قوي يا مطر. البني آدم مننا لما كلامه بيكتر غلطه بيكتر. أنا ما قلتش حاجة يا معلم، أنا بس كنت بسأل. هتفضل حابس البت كده كتير؟ أنت مالك؟ الله، حاشرة نفسك في حاجة زي دي ليه؟ أصل اكتشفت إن حالها من حالي. أنت حابسني في جوازة ابنك عشان خايفة أقرب كلمة كده ولا كده، وحابسها برضو وانت عارف انها جاسوس. فترة كلمة زيادة وحنسى انك مرات ابني. تنسى؟ ما نسيت من زمان يا معلم واللي كان. انا بس عايزة اقولك كلمتين اتنين مفيش غيرهم. سيب البت في حالها وانا كفيلة اخليها تقفل بقاها. يا سلام، قلبك عليها قوي كده. بصراحة البت صعبانة عليا وغلبانة، وبصراحة كده مستغرباك. مستغرباني ليه بقى ان شاء الله؟ يعني منين حابسها الحبسه دي ومنين عايز تتجوزها؟ انا مش فاهم انتوا مالكم ومالي، حاشرين مناخيركم في سكتي ليه؟ اتجوز ما اتجوزش كله بكيفي انا، مش بكيفكم انتوا. انا عارفه ان البت عاجباك وداخله دماغك، بس انا كمان ست وافهم في النسوان، والبت سوريا دي زي الوبور العمران، انت غطى عليه شويه يفرع في وشك. وده عيب النسوان. بس اطمني يا اختي، انا اعرف كويس قوي امتى افضي الوبور. ماشي، غالي والطلب رخيص يا فندينا. لعلمك انا اقدر اخلي اي عيل من عندي يعملها، انما انا احب ادي العيش لخبازه عشان الشغل يطلع نضيف نضيف. يطلع ايه؟ نجيف نجيف ويتوب علينا ربنا. دين انت بس الدادة الايه؟ المعلومات يعني. لا لا، قولي الاولانيه. الدادة الدادة. الدادة يا واد انت اللادة بحبك. حلاوتك يا فنينة ما جاش يا حلو. فاكر يا ده ما كنت بتسرق يا ده تبني من عندنا وتاكله انت؟ ساعتها البيمه زعلت. انت مالك انت امال حاله المكاتب؟ انت مالك؟ انا عليا ليك وسيب الباقي عليا. ماشي، خد يا سيدي الدايده بتاعتك، ارضع منها براحتك. ما جاش هو انا كده تعبتك؟ قال لا 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 لا، تعبك راحة. المرة دي هتعب لك، المرة الجاية تسندني في الانتخابات. ماشي، يوم الانتخابات هتلاقيني واقف في ظهرك. والبضاعة يا فندينا، أول قطفة من اللي جاي باسمك يا مري. حلاوتك حلاوتك يا فندينا، دي أخلاق المعلمين وإلا فنا. ولا على رأي المثل ايه؟ لا يقسم على الحياة ولا حياة اللي ما انتو نادي. يعني ولا حاجة. انت خشش المجلس تعمل ايه؟ ده احنا هنشوف ايام سودة. عاملة ايه يا عروسة؟ ايه؟ فهمت. نعم يا معلم، تعتقني لوجه الله، انا خلاص طبت مش هعمل كده تاني. معلش، كان لازم احميكي من نفسك، لا الشيطان يرجع يوزك ويلعب بعقلك تاني وتهجي وتروح لاخواننا البعض. خلاص يا معلم، انا طبت والله، انا من ايدك دي لايدك دي. يعني خلاص عيدنا وعرفنا ان الله حق. خلاص يا معلم، والله ما هعمل كده تاني. انت حتى لو طلبت مني اولع في نفسي واسيوب هعمل كده، بس خرج من هنا والنبي. مطرة. نعم يا معلم. فكيها وخديها نظفيها ورفضي تراب الكركبه دي من عليها ورجعيها بني ادمه من تاني. شفتي إن أنا أحن عليكي من الحكومة؟ ومش كده وبس يا مطر، انزلي كمان
اشتري لوازم الفرح. انا عاوزها عروسه على الفرازه، ولو قدرت تفرديها شويه افرديها. ماشي يا معلم. هزيتي يا اختي وعديتي، ها؟ بدي احوله يا اختي بالجلابيه على الفحم والشيشه. ايوه بقى تكنيله موكوسه. اي في عينك. لا ما ينفعش يا علي، ما ينفعش نقرب منها اكتر من كده، لان لو قربنا منها اكتر يبقى بنأكد علاقتها بينا، وهنضحك علينا نوح اكتر واكتر كمان. امال هنسيبها بعد كل اللي عملناه معاها ده؟ ما البت دي مش سهلة خالص يا علي، البت دي بتاعت فلوس، واضح ان النوح معكمها كويس قوي عشان ما تقولش على اي حاجة شافتها. نجيبها بالغصب ونربيها لحد ما تقر. هتجيبها هتقولك على كل حاجة، واول ما تسيبك وتروح للنوح هتقوله برضو على كل حاجة. البت دي بتلعب على الونجين، ما يهمهاش غير الفلوس وبس. والعمل ياسر بيه، احنا كده بنبعد عن النوح وخميس وسايبين لهم الطريق يبرطعوا فيه زي ما هم عايزين. في حاجة علي احنا مفكرناش فيها. حاجة ايه يا باشا؟ حريم الرجالة دول. حريمهم؟ مش فاهم. هقولك. ضاوية، كرامة، مطرة، شو، سوريا، حريم الرجالة دول لو عرفنا نرصدهم بعينينا كويس قوي هيبقوا الطريق السهل للوصول للرجاله دول. الملط مين؟ الملط بيضون؟ طبعا عارفاه يا بجاشي، ده راجل نتن وديله نجس. هي تبعه؟ تبقى مرة شمال. طب قولي هو شغال في انه خرابة دلوقت؟ ده سلو عيلتنا، نقص شريط شغلنا بعيش وملح، والسمك خير البحر وربنا حلله زي ما حل لقمة العيش. والفاتحة على العيال اللي باصله ما يرعيش ربنا في اكل عيشه. امين 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 يا رب. كل جمبري يا معلم ضاحي. ماشي يا فندينا. مد ايدك يا معلم. هلله بسم الله يا رجاله، احنا مكشوفين ولا ايه؟ احنا عايزين نطمن على الشغل يا معلم، ونعرف نصيب كل واحد فينا في المصلحه دي. لا اطمن يا معلم، شغل كتير والمصالح اكتر ان شاء الله. والمصلحه اللي بين الرجاله بتدوم بتدوم يا معلم هلله، وده اللي احنا عايزين نأسسه في شغلنا. اتفضل يا معلم. ما احناش عايزين حد غريب يدخل وسطينا. الأوامر كلها وصلت السوق يا فندينا، والكل عارف إن السكة رايح جاي من عندك، ومحدش يقدر يخرج بره قضبانها. مسؤولية يا معلم، مسؤولية. ناكل بقى صبيط، عشان الصبيط بينعش المخ ويعلي ادراك الحس. مدوا ايديكم يا رجاله وكلوا، ما تخافوش هنغسل ايدينا وهنروح نضيف نضيف. ايوه يا فندينا، بس السوق شاحح قوي والزبوع عطشان وريقه بقى انشف من الحجر. نبلوا. يا سلام. نبلوا. بس نظبط السعر. بس خليك في الحنين علينا يا فندينا. ومن امتى حته ابو زنه كانت بتيجي على رجالتها يا معلم؟ احنا سلو شغلنا ان الكل ياكل عيش. وده عشمنا فيك يا خال. الخال جاب من الاخر وقال على سر الطبخه ووعد مني دم يسيل كده يا رجاله لو حد امن على الترابيزه دي مكسور الخاطر. عشت يا فندينا، عشت. بس الطبخه زي ما ليها سحرها ليها سمها، وسحرها للي يصون الكلمه والعهد، وسمها اللي يخون العهد والكلمة، واللي أوله شرط آخره فالينا. يتوب علينا ربنا.
على فين العزم يا ابو سنة؟ اصل شوق مخنوقة شوية، قلت اخدها تفك عن نفسها في اي حتة. وانت ايه اللي خانقك يا شوق؟ الكتمة بين اربع حيطان يا حاج، اتخنقت قلت اخرج اشوف الدنيا. ما شبعتيش من اللي شفتيه يا شوق؟ ده كان زمان يا حاجة، ولا عايزاني اغني له واقول له ارجع، ولا عيش حياتي احسن مع جوزي وحبيبي وراجلي وسيد المعلمين كمان. تسلمي لي يا شوق، تسلم لي لسانك اللي بينقط شاهد ده. تعيش لي يا عيون شوق. مش يلا عايزه حاجه يا حاجه؟ احنا مش هنتاخر. ولا تتاخروا، كله محصل بعض. هات يا جمايل يا رب. يلا يلا. كله يعيش مع نفسه اللي ناوي جروحه، واللي زعل نفسه هو الجرح على روحه. يعيش مع نفسه اللي ناوي جروحه، يلا واللي زعل نفسه يلا. كله يروش كله يفرفش، عيش مع نفسه عيش كله يدلع واللي يدلع. لا 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 ما تزعليش، شكلك يا بيسا من ساعات ما اديتني البتاعه دي وانا دماغي هتنفجر. شنيور شغال وش في دماغي. بتاعتي انت ضربه حاجه؟ نص حبايه من الهباب شقلبت كياني كله، مش هسمع كلامها تاني بنت الجزمه. طب على مهلك يا اختي. رمانه يا دكتوره. اهلا 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 يا قمر. اهلا وسهلا. اتفضلي اتفضلي. سلامتك. اموريني وانا اجيب لك اسطول دكاتره يبقى تحت رجلك، بس انت تقشري. انا تمام. احلى ازازه معنا ازاك نجوم الليل واخره. مرسي يا شلل. أنا تحت الأمر والطاعة. وريني كده. الملكة اتنفضت كده ليه؟ ما احنا كنا كويسين. شلبي! ايه ده؟ في ايه؟ اثبت! أمورنا يا فندينا. شيل الزبالة دي من هنا، عايز الترابيزة نظيفة. إيه ده؟ مجنون ده ولا إيه؟ أنا مش فاهم. يلا. إيه ده؟ اهدى يا دكتور، أنا فاهمك على كل حاجة. يلا. معلش تعال اقعد معايا على البار. أنا مؤاخذة يا فندينا. يلا. إيه؟ أنت لازم تسيب بصمة في كل حتة. خال. أيوه الخال. ده مجنون ده شلبي ولا إيه؟ روق روق يا دكتور، أنت محسود. روق. تعرفت السكة منين؟ البركة بشوق. لا إله إلا الله.
مالك يا اخويا؟ مش بيقولوا اللقا نصيب؟ انما ايه الحلاوه دي؟ قمر وانت متعصب. توب علينا ربنا. اه ده خير. اه ده شو؟ اتفضل يا معلم. وادي راسك يا دكتور، انت على راسنا من فوق، واللي حصل لليلادي دي هلفطت سكارة، وانت عارف معاليك الكباريهات ياما بتلم، بس عشان خاطر الملط عدي الليلة. بس دي مش وصول برضو يا ملط. ومانا الحركة دي انا مش هبلغها للباشا يا ملط، عشان انت عارف زعل الباشا قد ايه. ولا تحب تجرب؟ احنا غلابة يا دكتور، لا قد زعل معاليك ولا قد زعل معالي الباشا، احنا كلنا هنا خدامين مزاج السياده. جربني هتشوف. اما نشوف. مانا الليله انضربت يا ملط. مين قال انضربت؟ انا قلت انضربت؟ هو قال انضربت؟ هي قالت انضربت؟ اشبك ايدي في ايدك كده وشبكة العشرة الكرام دول ومليك علي حلفان، لا سهرك ليلة ولا ألف ليلة وليلة، وادي النطرون بنفسه هيحكي عليها. أمرني، أنت هنا عشان تأمرني. أمر بالسكر. رمانة. روق بس واشرب. فرفش كده. نور يا خال. تعيش ابو جمعه. صبعين دخان الخال يا الف. هتعيش ابو جمعه. هروح الحمام اوضب روحي. وانت يا قمر بما انك دايس المكان مش عايز تقول لي اروح الحمام منين؟ امشي شمال توصل. والنبي يا اخويا انا قلت كده من الصبح. الله خلي بالك من نفسك. اسد. علينا ربنا. قال من الحق ابو جمعه، لو تبنا ربنا هيقبل التوبه دي؟ طبعا ربنا بيحب الخطائين التوابين. لعلمك لو كان الشيطان نفسه تاب كان ربنا رجعه ملاك تاني يا راجل. امال انت يا جمال يا مين ده؟ ده المطني. قولي لي يا بنت يا سوري، انت عملتي ايه عشان تجيبي رجل المعلم كده؟ تكونيش يا بنت سحرتي له. والنبي يا ست مطر لا سحر ولا شعوذه، دي توليفه بالصلاه على النبي تولف القلوب على بعض. انا تعبانه قوي يا سوري، خلاص ما عدتش عارفه اعمل ايه في البيت ده، لا عارفه ارضيهم ولا هما مديني فرصه، خلاص تعبت على الاخر. ما تشيليش هم يا ست مطر، ليكي عليا اول ما اتجوز المعلم هخليه يعاملك احسن معامله ويراعيكي كمان. بيت انت نسيتي نفسك يا بنت ولا ايه؟ ماني قاعده نضافك، لمي نفسك لاديكي بالشبش. ليه يا ست مطر؟ ليه يعني انا كنت مش نظيفه ولا ايه عشان تنضفيني؟ انا زي الفل اهو. لا يا اختي كنت نماله. اديني نضفت اهو يا ست مطر. يوه وبعدين يا اختي ما تبقيش حمائيه قوي كده، انا مش قصدي، ده انت جمايلك مغرقاني من فوق لتحت.
استغفر الله العظيم يا رب. انا تعبانه قوي، انا حاسه ان انا في حاجه لابسان. مش انتي قلتي هتروحي للست اللي انتي سمعتي عنها دي؟ اروح لها ازاي بس وانا اعرفها منين واروح اقول لها ايه؟ انتي تجيبي لي تليفونها وانا اتصل بيها وافتح لك سكه معاه. ماشي، اجيب لك تليفونها افتحي معاها كل السكك، عايزه اروح لها وانا مرتاحه على الاخر. ماشي يلا يلا كملي شغلك، خليني اروح للمعلم. يو احلى عيون على كل حبايبنا اللي منورنا النهارده، احلى عيون على المعلم خميس افندينا اللي منورنا هو وصحبته، يعني الهرم الرابع، يعني برج افريقيا العالي، المعلم ابو سنه، احلى عيون على المعلم ابو سنه هو وصحبته، يعني ملوك المزاج العالي كله. اللقاء التالي على انغام الفرقه الاساسيه نعيش ونتشقلب مع المرجحه ونجم الاغنيه الشعبيه الفنان عمرو السعيد ودلوعه المسرح الاستعراضي بوسي. الدنيا زي المرجحة يوم تحت وفوق، يا خلق عايشة ومرتاحة وفي ناس مش فوق. الدنيا زي المرجحة يوم تحت وفوق، أفندينا تحية جميلة يا حبيب قلبي، أحلى أفندينا في الدنيا معلم خميس أفندينا وكل صحبته جميلة بحقيقة حياة غالية. الدنيا مش دنيا عافية ولا عز ومال، الدنيا عايزة قلوب صافية مش قلوان، اللي عداها وقال كافية تحذفه من فوق، إذا كنت عايز تكسبها عايش فيها بالذوق، ماشي بتمرجع فيها من تحت لفوق 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 لفوق. افندينا في الدنيا قوله 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 افندينا افندينا قوله 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 افندينا في الدنيا افندينا 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 قوله قوله الحي افندينا حي افندينا معلم خميس الله عليك يا شو، الطلة اللي مش على البال ولا على الخاطر دي، اتفضلي اشبكي ايدي في ايدك كده وشبكة العشرة الكرام دول ومليكة عليا حلفان، انا ما صدقتش نفسي لما شفتك بره في الصالة مندهش من ساعتها. الملط بيضون ينيلك يا واد، ايه النظافة والشياكة اللي انت بقيت فيها دي؟ سيبك انت، ما هي الدنيا ما بتسيبش الواحد على حاله، مش كده؟ مش لو كنت سمعت كلامي كان زمانك دلوقتي نجمة المحل الأولى وشايلة المحل ده كله على وسطك. عايزنا نرجع زي زمان، قول للزمان خلي في عينك حصوة ملح وارجع يا زمان. الله عليك يا سلطانة. سلطانة ينيلك، انت لسه فاكر؟ احنا لسه على قديم، حد ينسى سلطانة الطرب وسهيرة قلوب العذارة؟ الايام دول يا مالت، امبارح شوق والنهارده رمان. رمانه هي مسمعه للدرجه؟ فشل ولا حد بيسمع عنها حاجه غيرش انا بس اللي في بيني وبينها طار، وعايزاك تجيبهولي منين عينها. امورين امورين يا سلطان، بس انا مش فاهم تقصدي ايه. بتحوم على واحد يخصني، عايزه ازحها من سكته، شوف لي طريق. والشخص ده موجود هنا؟ اوعى يكون يا فندينا